الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه مستنى بسنته اليوم الدين أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع حلقة من حلقات برنامجنا فقه القلوب واليوم عندنا قضية ذكرت في القرآن الكريم اللي هو قضية السجن والسجناء في قصة يوسف عليه السلام في القرآن الكريم يعني بكيد ومكر من امرأة العزيز دخل يوسف عليه السلام السجن، وفي هذا السجن كان نوع من اللقاء مع بعض السجناء، وكون هذا النبي الكريم عليه السلام دخل هذا السجن وما ترك المثاليات والتربية الصالحة وإيمانه بالله عز وجل جانبا وإنما قيل أنه هو اختار السجن ليخرج من البيئة التي كانت تريد أن يكون سبب في وقوع الفاحشة إلى السجن وجد ان السجن بيئه افضل من البيئه اللي كان ساكن فيها فليس معناه السجن انه يكون دائما هي بيئه غير طيبه بل قد تكون هي بيئه علاجيه او بيئه تكون فيها الخلاص من شيء هو اشد مما هو موجود في هذا السجن وبالفعل الله سبحانه وتعالى جعل هذا السجن سببا في خروج يوسف بعد مده وان يصبح هو وزير الماليه او ما يسمى عزيز مصر حول السجن والسجناء وما ينبغي ان يكون عليه مجتمعنا في اطار هذه القضيه حال السجن وحال السجناء وما نتمناه ان يكون في السجون عندنا في الكويت او في كذلك العالم العربي او الاسلامي في هذا الموضوع حوارنا سيكون باذن الله مع الدكتور عبد اللطيف الاسنان ابو عبد الوهاب وهو مدير قسم الرعايه والاحداث في وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل وسنتناول معه بعض الجوانب وبعض كذلك ما يثرينا به من الأمور التي مرت عليه وعرفها خلال ممارسته لعمله في الأحداث وغير الأحداث وكل الشكر والتقدير لك دكتور أبو عبد الوهاب على حضورك وعلى قبولك هذه الدعوة وكما تعرف السجن نعم. إيش نعرف السجن؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله يعني سعيد جدا اني اشارك قناه الطيبه هذه قناه الشاهد في برنامج جميل جدا اسمه فقه القلوب ولا شك ان الاسم يعني, يعني محبب لي, لي يعني لي شخصي وكذلك ان شاء الله يكون محبب لاخواننا المشاهدين وان كان الموضوع يعني موضوع سجون معتقلات <applause> مساجين يعني ان شاء الله يكون تكون الحلقه يعني مثل ما احنا نحتاج ان نكون فيها نوع من التوجيه والتوعيه وكذلك تكون فيها نوع من يعني اعطاء صوره واضحه عن دور هذه المؤسسات الاصلاحيه داخل الكويت او خارجها <applause> طبعا السجن يعني معروف وهو حزل الحريه باي صوره من الصور <applause> طبعا باي سبب من الاسباب انت تحجز حريه انسان فهذا يعتبر سجن يعني ان كانت هذه الحجز الحريه يقصد منها يعني علاج الانسان مثل الحين المصحات العلاجيه يعني في هناك مستشفى الطب النفسي مركز الادمان المستشفى اللي حافظ على العدوى معروف الحجر الصحي الحجر الصحي وغيره هذا صور من الحجز والسجن والحمايه له ولاسرته وغيرها من الامور كذلك الحز الحرية في المؤسسات الإصلاحية إن كانت للأحداث أو سجن النساء أو سجن الإبعاد أو سجن البالغين أو, أو الأطفال وغيرها من الأمور الحجز بالنسبة لحماية الحدث في المؤسسات اللي هي النظارة اللي, هي اللي يسمونها الوقتية هذه داخل مخافر أي صورة حتى لو كان الحز داخل فندق خمس نجوم هو نعم. هو يسمونه كذلك الاقامة الجبريه نوع من انواع السجون خاصه حق الناس السياسيين نعم. يكون يعني وزير في يعني دولة وحدث انه يعني لبس بقضيه او هو صحيح يعني نعم. يحتاج لان يعاقب بس يعاقب باسلوب يعني نعم. نوع من السجن الخاص مثل ما نقول نعم نعم لذلك هذا معروف في التاريخ يعني سيدنا ايوب ايضا يعني ابعد عن البلد اثناء المرض اللي اصيب صبر ايوب مثل ما, أه. ما رف... والله سبحانه وتعالى يعني في سجن غريب طبعا مم. يمكن ما راح يتكرر في التاريخ والله اعلم مم. اللي هو سجن يونس عليه السلام اللي في بطن الحوت بطن الحوت نعم. أه؟ نعم. يعني هذا سجن طبعا الله سبحانه وتعالى اراد بذلك ان يبين لنا ان الله سبحانه وتعالى قادر على ان يصل الى من يريد سبحانه وتعالى بكيفيه الحكمه والعلم الذي عنده تبارك وتعالى فهذا سجن في بطن الحوت فشيء عجيب ان يعيش انسان في بطن الحوت ثم يخرج من هذا هذا بطن الحوت وكيف يعود مره ثانيه للحياه اللي الله سبحانه وتعالى جعل فيها الخير والبركه وصار عنده اتباع وناس مؤمنين فيه. نعم الـ الـ ما هي اهميه السجن بالنسبه للفرد وبالنسبه للمجتمع مع ان يعني ننظر الى السجن انه شيء ما هو طيب. نعم ولكن قد يكون في اهميه له. نعم, نعم طبعا احنا اليوم يعني حديثنا عن سجن المجرمين. <applause> وهذا اللي احنا يعني راح نتكلم عليه وليس السجن المريض ولا سجن غيرها من الامور ولا سجن السياسيين مثل ما قلنا ولكن سجن اللي هم يتعدون على القانون ويقترف جريمه معينه يعاقب عليها القانون وبدرجاتها زين فيحكم القاضي بإداعة او سجنه داخل مؤسسات اصلاحيه تبع لوزاره الشؤون او تبع وزاره الداخليه. هذه المؤسسات طبعا المنظمات الدوليه الان غيرت المسمى إلى مؤسسات إصلاحية بدل المؤسسات العقابية لا. هو نوع من رسال رسالة للعالم أن هذه يجب أن تكون مؤسسات تأهيلية أن السجين لما يدخل فيها يفترض أن يقضي مدة حكمة بالأشهر أو بالسنوات ويخرج من هذا السجن الى انه مدموج دمج كامل للمجتمع في تاهيله تاهيل كامل نعم. فهذه يعني دائما المنظمات الدوليه اعطت تعليمات لكل المؤسسات الدوليه ان تغيرون الى مؤسسات اصلاحيه طبعا ما في شك ان العمل داخل مؤسسات اصلاحيه والسجون بشكل عام يعني تقريبا يعني هي يعني متعبه ولان انت اليوم تتكلم على تعديل السلوك <تصفيق> نعم <applause> اي نعم شيخ محمد وانت عارف يعني هذه مهنه الانبياء زين والله يعني يحتاج له ناس تربويين يحتاج يعني خبراء, خبراء نحتاج لها ناس نعم انت تجيب لك انسان اليوم يعني واقع في جرائم من من هذا وعنده امراض وعنده سلوكيات وعنده عدوان وعنده وعنده من غير فاصبح القاضي حكم على هذا الانسان بإداعه وسجنه في داخل المؤسسات الاصلاحيه فيجب ان تكون هذه المؤسسات عليها ناس قائمين يقومون بعمليه دمجه الى المجتمع مره ثانيه واخراجه. طبعا انت لما تتكلم على عقوبه السجن يعني هي عقوبه تعزيريه في الاسلام. يعني ما هي عقوبة حد من حدوده يعني لو تقرأ كل التاريخ ما تجد أو تقرأ كل التشاريع نعم. الشرعية الإسلامية ما تجد أن من عقوبة أي سلوك السجن ولكن هو تعزيرا يعني ولما جاء قصة يوسف مثل ما ذكرت عليه السلام في القرآن عن السجن نعم. إنه هو مظلوم وليس ظالم نعم. نعم. يعني حتى ذكر السجن داخل في القرآن على قصة أن هذا الرجل مظلوم فدخل السجن فلذلك السجن يعني دائما الآن في المنظمات الدولية تتكلم عن العقوبات البديلة والسبب في ذلك أن السجين لما دخله داخل مؤسسة حرمته من أسرته حرمته من عياله حرم العيال انحرموا من والدهم أو الأم مثلاً إذا كانت السجينة أم نعم. وغيرها أيضاً الكلفة الاجتماعية اللي راح تحصل لما تعزل الأم والأب عن عياله والأسرة وغيرها من الأم لها حاجيات والزوجة لها حاجيات، الأسرة بشكل عام لها حاجيات، الأبناء لهم حاجيات في تعاملهم مع الأب، لذلك يجب أن الإنسان يعني لا يتوسع بالسجون ولا نكبر سجوننا ولا نفتح مثل ما يقول سجون وبعدها سجون ويعني الدول الحديثة الآن تفرح لما تسكر اخر معتقل نعم شوف لك بعض الدول الان في في بعض الدول المتطوره لما تي رئيسه الدوله رئيسه الوزراء تنزل الى الموقع وتسكر اخر سجن تم اغلاقه وهذا سجن الان ما في ولا نزيل فيفرحون ويعملون احتفال ان احنا قدرنا نعطي العقوبات البديله لها دور عقوبات البديله مشهوره ومعروفه اما عمل اجتماعي يمارس يعني القاضي يحكم على هذا الانسان بعمل اجتماعي كامل ان انت عندك سنتين تقوم بعمليه التنظيف ولا عمليه الزراعه كنوع من العقوبة لهذا السجين على سلوكك اللي اللي انت مارسته. او العقوبه في في انك تعمل في مؤسسات اجتماعيه عند الايتام، عند المسنين، عند المرضى، عند كذا. فبدت الان المؤسسات تمارس هذا الدور وهو ما يسمى بالعقوبات. اليوم نتكلم حتى عن المتعاطي وليس المتاجر. اليوم الكويت تتكلم عن عقوبه بديله عن المساجين المتعاطين يعني وليس اليوم الكويت تتكلم عن الانسان اللي يعترف اني انا متعاطي <سؤال> نعم هذا حالته يختلف عن ذاك اللي يعني يمسك متلبس في نعم الدعام. ممتاز يعني نعم. لما يجي الواحد نفسه اليوم يروح حق وزاره الداخليه واللي يروح حق وزاره الصحه يقول يا جماعه ترى انا متعاطي ابي اتعالج نعم. فيدخلونه المستشفى ويعالجونه ولا يسجلون عليه تهمه التعاطي نعم. الذي يضبط وهو متعاطي ما هو متاجر يأخذ حكم حسب القانون الكويتي خمس سنوات اليوم هناك برامج تاهيليه داخل السجن في مركز خاص مركز الادمان داخل السجن المركزي يقوم بعملية علاج المتعاطين في برنامج كامل مدة سنة كاملة نعم. طبعا مشرف عليه وزارة العدل وزارة الداخلية وزارة الشؤون غيرهم من البرامج ثم بعد ذلك يخرج من السجن بعد سنة على أنه متعافي فيمارس دورة حياته مع أسرته حتى ما ينقطع هذا الإنسان خلاف الإنسان اللي يضبط في قضية المتاجرة فأنا أقصد أن اليوم هناك نوع من التطوير للحالات داخل السجن اليوم تتكلم على خلوة شرعية ايضا الأم الزوجه لها حق، الزوج السجين له حق في ممارسته. قد يكون كما تفضلت دكتور يعني القضيه ان انا اسمع طبعا بعض نعم. الامور ان المراه هذه دشت السجن بسبب حادث سياره. نعم. يعني حادث نعم. صدمت ناس ومات هذا الشخص اللي في السياره فحكموا عليها بالسجن. نعم. وعندها اولاد. نعم. ويمكن عندها رضع يعني ترضعهم ما زالت ترضعهم نعم. بالاهتمام الخاص فالقضية يعني عملية تصنيف السجون نعم السجن ما نخلط الحابل بالنابل مثل يقولون نعم لكن يكون في واحد مجرم خطير وفي واحد جريمته بسيطه وفي واحد اصلا مو جريمه يعني قتل خطا لكن الحكم القانوني انه يسجن نعم. طبعا هذا بالنسبه لي قضيه كذلك اعاده النظر في هالقوانين نعم احنا من الناحيه الاجتماعيه اي نعم احنا طبعا لما نتكلم على المساجين يعني نتكلم ان ليس كل المساجين هم مجرمين هناك نعم. مظلومين ومثل ما ذكرت في قصه الاخت اللي قد تكون هي يعني وهذا ما يسمى بان القانون ما يحمي المغفلين، هناك في ناس تكفي الناس أيه. هناك ناس في ماليه وكفاله شخصيه في شركات تؤسس باسماء شخصيات معينه ثم تعمل جريمه معينه فترجع العقوبه على صاحب الرخصه وغيرها من الامور فتصير الرخصه باسم المراه فتسجن نظير هي سلوك ما هي مغترفه الا انها صدرت هذه الرخصه، نفس الموضوع يعني انا كان عندنا حدث دراسيا ممتاز ماشي زين سلوكه مع ابوه سلوكه مع والدته مستمرين في زيارته مع زملائه مع المشرفين ممتاز وقضيته ما هي بسيطه قضيته هتك عرض اي نعم يعني ثلاث سنوات ماخذ فانا قاعد اقول له يعني انت يعني أنت تقترف يعني مع انك متفوق دراسيا شو اقترفت هذا هذه الجريمه؟ قال الاستاذ انا الحمد لله اني انا داخل هذه مؤسسه الاحداث مظلوم ماني ظالم. عجيب نعم نعم وانا يعني امانه شدني الكلام، ولد عمره 16 سنه يقول لي انا داخل مؤسسه مظلوم ماني ظالم شدني الكلام هذا. فلما بحثت بعد فتره لقيت انه وجدت ان المحامي اللي هم كلفينا في, في في القضيه اللي ابوه دافع له فلوس لهذا المحامي انه يتابع قضيه الولد ما ما قدم الاوراق اهمل اهملها بسبب كذا وياني المحامي اللي مكتبي وتعذر وحاول انه يعني, يعني يعالج مشكله الحكم اللي عليه لأنه اخذها حكم غيابي. ما في احد قدم اي شيء بالنسبه للقاضي عرفت يسمون يسمونه اعتراض على الشكوى اعتراض على الشكوى وانتهت وخ... مدتها وغيرها أه من أه الامور فكان اهمال من من تم توكيله في هذا الامر، فانا يعني اؤكد ان امام المشاهدين ان ليس كل المساجين انما هم يعني اصحاب جرائم ولكن بعضهم وقع في 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 خطا اقترف يعني بسبب جهل وهذا ليس معناته مبرر ان أه إن, أه ان المساجين لا المساجين في هناك مساجين مجرمين يعني ولذلك وجود هذه لحمايه المجتمع منهم يعني هناك ناس يعني اكثر من جريمه واكثر من كذا ووجوده في هذا هو حمايه للمجتمع طبعا التصنيفات داخل السجن شيخ محمد معروفه يعني موزعه حسب القضايا وحسب الاعمار وحسب الجريمه اللي هو فعلها اذا كانت مخدرات لهم عنبر خاص اذا كانوا سرقه او مشاجرات او كذا لهم عنابر خاصه اذا كانوا اطفال صغار او كبار او اعمارهم كبيره المؤبد لهم احكام مستغلة بالنسبه للسجن المركزي وسود الجزيرة أيضا لهم مكان خاص أيضا هذيل الناس اللي, اللي فكريا يعني عندهم الانحراف العقدي والفكري نعم. يعني آه هو جاهل نعم. في الدين آه عنده محبه للدين نعم متحمس نعم. متحفز نعم. آه مثل ما يقول يبي يشوف دوله اسلاميه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام نعم. آه يريد تلك اللي يسمونها الدوله النموذجيه او المثاليه آه فيصير عنده نوع من من التسلق على الأحداث بفكر مشوش بجهل مركب يظن أنه هو فهم الدين مع أنه سطحي جاهل يقتطع من الآيات والأحاديث ما يشاء لما هو في نفسه وطبعا دور الشيطان كبير في هذه المسألة فيغويه الشيطان ليس بطريق الجريمة المعهودة يعني نسميها مثلا السكر أو المعاصي المعروفة القتل أو غيره لا 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 يأتي بطريقة إيش ان أنه هو يحاول يوجد المجتمع الإسلامي المثالي لكن بطريقة غير صحيحة وغير سليمة وطبعا هناك من يستغل هؤلاء الشباب بجهلهم ويجعلهم مجرمين مع أنهم كانوا في الحقيقة صالحين نعم. فهذه قضية مهمة جدا نعم. نعم. وكما عرفنا أن احنا في يعني إن شاء الله في قانون راح يكون لاصلاح هؤلاء الشباب نعم. هذا دور العلماء والمشايخ طبعا يعني انا اشكر معالي وزير النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير نعم. الداخليه الشيخ محمد الخالد يعني شكل لجنه نعم. آه نوع من التناصح لهؤلاء المجموعه بدل تركهم داخل المؤسسات وهي لجنه مشكله من الداخليه ومن الاوقاف ومن الشؤون وبعض الجهات الاخرى من جامعه الكويت كليه الشريعه لعمليه تقديم النصح والتبصير وغيرها فلهذه الفئه اللي هي فئه اللي عندها انحراف فكري وهذه طبعا نموذج موجود في في بعض مجالس التعاون دول مجلس التعاون في السعوديه موجود في يعني اكثر من دوله خليجيه الان في نوع من ال اللي هو يعني تقديم النصح وليس فقط انك انت تسجنه لازم تقوم بعمليه علاجه فكريا لا. لا. وطبعا ما في شك ان مثل ما ذكرت في بدايه الكلام علاج الانسان إن وتغيير سلوكه وغيرها يحتاج وقت ويحتاج مهارات ويحتاج يعني يعني تاهيل كامل يعني لذلك احنا نناشد اعلى سلطه في في الدوله بالاهتمام في المؤسسات الاصلاحيه الاهتمام <applause> اهتمام المؤسسات الصلاحيه ليس معناتها ايجاد مباني فيها نوع من الرفاهيه ليس معناتها توفير اكل في في نوع من الرفاهيه نقصد احنا ايجاد المسؤولين على السجون يكون مؤهلين تاهيل كامل في التعامل <applause> مع المساجين في عمليه تاهيلهم واعادتهم للورش لذلك يعني اولا يعني اليوم الانسان اللي يتكلم عن مثاليات السجون هذا انسان غير صادق في مشاكل طبعا. طبعا ما في شك في ناس تبيع تلفونات في ناس تدخل ممنوعات في ناس يعني تساهم في عمليه ابتزاز السجين غيرها غيرها من الامور اللي يتكلم عن المثاليات هذا غير واقعي اكبر افضل السجون اليوم فيها انتهاكات حقوق السجين وهذا يعني ثابت ومعروف وغيرها ولكن انت اليوم تحاول عمليه العلاجيه لهذا الامر لذلك انا يعني في دوله من الدول العربيه لما زرت سجونها قلت لهم من ابرز شخصيه زار سجنكم طبعا العاده لما يقول ابرز شخصيه يقول لك يعني العسكري القائد فلان زارنا كذا وجدت ان قياده الدوله يعني زار رئيس الجمهوريه رئيس الجمهوريه زارهم 48 مره اهتمام اهتمام, اهتمام يعني. طبعا لان آه هو, هو الان اهتمام. نعم نعم يبي يوصل رساله لاهل السجن والمساجين ان الدوله مهتمه فيكم لذلك يجب اعادتكم للمجتمع صالحين لان هذا السجين عنده مهاره. نعم. عنده فكر بعض الاحيان يكون عبقري في جريمته مو مو سهل وعنده تمثيل وعنده كذا فلذلك هذه المهارات يجب ان توجه الى تنميه البلد وليس لافساد البلد لذلك انت الان لما تشوف اي مظاهرات أو أي عدوان أو أي انتهاء صراع سياسي داخل أي بلد مباشرة يفتحون السجون، والسبب في ذلك إخراج هذه الجماعات من داخل السجون لإفساد البلد. اي نعم نعرف عرفت شلون؟ فشوفوا دائما أول ما هذه التوجهون إلى فلذلك الاهتمام في المؤسسات الإصلاحية وهذه رسالة أنا أوجهها من خلال هذا البرنامج يا جماعة اهتموا بالمخرجات من السجون. تكرار السجين معناته ما تأهل، أنت اليوم كيف كيف ت... تبين ان انت تربويه ما نجحت لما تشوف عندك نسبه الرسوب عاليه او لما تشوف مخرجاتك التربويه اللي راحت الجامعه غير يعني مؤهله, مؤهلة علمياً. نعم. فتبين ان انت عندك تعليمك ضعيف ونفس الموضوع بالنسبه للسجون نعم. تكرار السجين داخل المؤسسات يطلع ويدخل ويطلع ويدخل في قضايا ثانيه معناته ان انت اصلا دخول المؤسسه ما استفاد النزيل لذلك هذا التكرار مشكله يبين لك معدل الفساد داخل السجن وانا اقصد لما اتكلم على تاهيل اتكلم على الورش حقيقيه يعني ورش عمل ورش عمل نعم يعني في برامج يعني احنا تحتاج الى هناك دورات نعم. علميه نعم يعني ممكن يطلع منها مخرجات نعم من هؤلاء السجناء نعم تاهلهم تاهلهم مره اخرى في حرفة معينة نعم توجيه معين قد يكون في نتيجة طيبة بالنسبة لهذا الإنسان. نعم يعني إنسان. يعني ما يعرف يقرا ويكتب يفترض ان اول شيء بدائيات الموجود داخل السجن يفت... نحاول إن يعلم إن القراءه والكتابه حتى صحيح. لو يشتغل مراسل لما يطلع نعم. يعني هذه هذه علم بسيط وممارسه سهله اللي هي ترفع عنا الاميه أمية. نعم. اميه استخدام الجهاز الكمبيوتر انت لما اليوم تعلم داخل السجن انه يستخدم الكمبيوتر في الطباعه وكذا لا شك انه يطلع يلقى حرفه او وظيفه انه يشتغل طباع نعم. غيرها من الامور يعني كثير من الميكانيك خاصه اللي فيها رزقه يعني السباكه والميكانيك وغيرها من الامور وهذه لها سوق ولها تجاره ولها شغل الحداده فانت اليوم لما تدرب لك سجين في مثل هذه الامور داخل الورش لما هو يكون قضيته سرقه لا شك انه او قضيته مخدرات وجلب اموال للمخدرات وغيرها انت قاعد تمارس مع عمليه ان هذه الوظيفه الثانيه البديله اللي تساعده طبعا اضافه الى الى الحلقات النقاشيه في موضوع الجانب الديني تعليم الصلاة وقراءة القرآن قراءة القرآن, القرآن وتحفيظ الأحاديث نعم النبوية اللي نعم تمارس مع حياته نعم وشون يعيش سعيد ومفهوم السعادة بالنسبة للحياة وكيف طريقة السعادة شلون يهتم في 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 الروحانيات الإيمانيات وعدم انتهاك حقوق الناس وعدم ظلم الناس وعدم أخذ أموال الناس وغيرها من الأمور هذه هذه العقائد وهذه الشريعة الإسلامية يجب شلون تدخلها في حتى تعيد مرة ثانية تأهيله طبعا تعلم الصلاة وغيرها وتعلم كثير من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في عملية <تصفيق> الأمور <تصفيق> هذه <تصفيق> هذه أيضا طبعا ترد مرة ثانية في التفاؤل والحياة وطريقة شلون يتعايش وشون يعيش داخل هذه الحياة مرة ثانية لأنه هو الآن أصبح يعني إنسان يشعر بأنه منبوذ وأنه ليس له يعني قيمة فلذلك ينتقم من 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 حاله وينتقم من المجتمع وينتقم من اسرتها في في كثير من الامور في فعل الجريمه. في يعني بعض الدول وانا يعني عندي سفريات كما تعلم. نعم. الصينيين الصين نعم. عملت شركات من السجناء نعم واهلتهم واصبحوا يذهبون الى البلدان الاخرى طبعا معاهم المجموعه كلها أه فيعلمونهم البناء الحرفة وفي نفس الوقت هم يشجعونهم أه يعطونهم يعطونهم مكافآت على عملهم من خلال العلاقات الدولية مع الدول الثانية مم. فتلقى جروب أه من السجناء على شكل شركة نعم. بناء تقوم تنفذ مشروع مثل بناء أه عمارة او استاد رياضي او مركز مهني في دوله ثانيه تكسب الصين صداقتها معها <applause> بنفس الوقت هي شغلت هذا هؤلاء وابعدتهم عن البيئه اللي كانوا تربوا فيها وعملت لهم نوع من السياحه نعم <applause> يشوف مجتمع جديد ويشوف ناس جديد وما يستطيع يحتك فيهم كثير <applause> فهو مغلق نوعا ما لكنه عنده نوع من الحريه المحدوده وقاعد يمارس عمله و يجد مكافاه حتى يعطيه حق اهله. نعم. وممكن هناك اهتمامات اخرى وما ادري بالنسبه اللي عندنا هنا في الكويت بالنسبه لرعايه اسر السجناء. اي نعم طبعا انا اضيف على ذلك الموضوع ان افضل علاج لتوجيه المساجين هو العلاج بالقرناء. نعم اي نعم شلون يعني لما تجيب لهم انت اليوم عندك ماده علميه تبي تعلمهم القراءه تبي تعلمهم ورشه تبي تعلمهم الخط تبي تعلمهم الفن والرسم تبي تعلمهم لما تجيب لهم سجين زميل لهم وتعطيه راتب وتقول ترى هذا راتب المؤسسه الاصلاحيه ابيك تعلم لي هذول تطلعهم لي يعني باي لا شك انه تعاملهم معاه كزميل لهم وهذا نعم. فهذا يسمونه يعني تعامل انا يعني يعني مره حدث تم الافراج عنه فيزورني <applause> في, في المؤسسه في المكتب وبعد يقول استاذ والله انا استفدت من المؤسسه وكذا وهذا يعني كضيف زايرني يعني سابقا كان نزيل والان صار ضيف. فقال لي انا ودي اخدم المؤسسه استاذ يعني شنو انت تقترح علي؟ انا ودي اقدم شيء نشاط رياضي <applause> يعني, يعني وفاء نعم طيب من هالشخص هذا وفاء اي نعم قلت له والله انا عندي فكره تقدر تطبقها؟ قال لي مستعد عطني اياها وانا قلت له انا منك يوم وليله. قال لي شو اسوي؟ قلت له ابيك تدخل مع العيال في الدار وتبين لهم اني انا نزيل عندكم تاريخ كذا وتم الافراج عني بتاريخ كذا قعدت في النز... في العنبر هذا مده ثلاث سنوات هو حكمه كان ثلاث سنوات نعم واشتغلت مع المشرف هذا والاخصائي هذا وجهني كذا ودخلوني العنبر كذا ولعبت في الملعب ولعبت اكلت في الطاوله هذه ونمت على هالفراش وطالعت التلفزيون لعبت بهالرسيفر وغيرها من الامور وانا اليوم شوفوني طالع مفرج عني فسلوكي داخل المؤسسة كان سبب للإفراج الشرطي عني وخرجت هذا طبعا لا شك أنه كان من أنجح البرامج اللي نفذناها ليش؟ لأن العيال شافوا قصة واقعية نعم. نزيل كان معاهم صحيح. وتم الإفراج وطعي. عنه وأصبح الآن خارج فهذه مهمة جدا اللي هو الإصلاح عن طريق القرناء طبعا احنا, إحنا نتكلم على رعاية السجين وأسرته يعني دولة الكويت مشكوره ايضا تقدم الخدمه لاهالي المساجين يعني الزوجه والابناء الدوله عن طريق وزاره الشؤون اداره المساعدات الاسريه تقدم لهم رواتب مباشره من يدخل صاحب ال الأسرة الأسرة السجن لقضية معينة يتوقف عن راتبة في اللي كان يخدع عن طريق العمل أو التجارة أو كذا ومباشرة يبون شهادة دخول السجن نصرف للزوجه اذا كانت غير عامله وكذلك بالنسبه لاطفاله حتى لا يكون هذا سبب سجن الاب سبب انتكاس الحاله الماليه بالنسبه لاسره السجن وهذه رعايه كريمه وساميه من دوله الكويت لاهالي المساجين حتى المتعاطين يعني حتى قضايا المتعاطين حتى القضايا كل كل انواع القضايا يعني ما لنا شغل في 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 شنو الجريمه لنا شغل في ان هذه اسره ما تكون سبب انتكاسه لسجن رب الاسره. طبعا الكويت ايضا يعني يعني تقدم يعني يعني نوع من الرعايه للمساجين بالنسبه للاهتمام فيهم بفئاتهم ان كانوا اطفال ان كانوا يعني الان عندنا مشروع اللي هو الحضانات الخاصه للامهات السجينات. نعم. اصبحت هناك حضانه داخل السجن المركزي الام يكون معها عيالها حتى يعني يبلغون الرشد وحتى عفوا يبلغون سن معين نعم. ثم بعد ذلك يخرجون من طبعا وجودهم هنا رعايه الام لهم وهذا مهم جدا ان الطفل في اول حال ما ينفصل عن امه، طبعا الان في مقترح مقدم احد النواب الافاضل موضوع الخلوه الشرعيه بالنسبه للمساجين، بالنسبه للزوجه وهذا مشروع ايضا في نوع من الاهتمام، فانا اقول ان ان الكويت رائده في عمليه الرعايه وخاصه فيما يتعلق في العقوبات البديله اللي نتطلع ان هذا ولكن مع ذلك احنا اليوم نتكلم على نوعيه المساجين السجناء العاملين في داخل مؤسسات السجن يجب ان يتأهلوا مغز الحراس نعم يعني الحراس الحراس اداره السجن نعم انا اذكر يعني احد ها. الزملاء مدراء احد السجون قال لي قال لي مساجين حراس السجن اللي يمسكون عنبر فلاني ترى تاثروا بي 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 بما يقولون المساجين قلت له الشرطه اللي عندك قال لي الشرطه تاثروا غير مؤهلين يمكن طبعا غير مؤهلين وهذه شبه تقال عليهم وكذا وبعدين السجين ايضا ترى يعني ما هو سهل آه، نعم السجين نعم شخصية محترفة محترف وعنده زعامية وعنده تمثيل وعنده امكانيات وعنده فلوس يعني يشتري الحارس يشتري مشترى ويغري بمبالغ خياليه زين <applause> إيه؟ عرفت شلون فاذا كان انسان ضعيف نفس وانسان ما عنده آه هذا ما في شك ان هذا يكون سهل الاصطياد في مثل هالامور هذه فلذلك الانسان يجب عليه ان ان ما يدخل هذه الاماكن الا يكون انسان محصن في التعامل معهم وهم ما هم يعني بسيطين يعني في في هذا الامر لذلك هم قد يتسببون في ازعاجه يعني بعض بعض السجون تلقى المساجين يزعجون الحارس لهم حتى إيش حتى يمارسون عليه ضغط يقولوا له شوف إذا ما تنفذ لنا واحد اثنين يعني ثلاثة تحديد ايه نعم, إيه نعم إذا ما تجيب لنا زقاير ما تجيب لنا تلفون ما تجيب لنا كذا ترى زامك راح يكون أتعزام عمل استفزاز و... استفزاز بعضهم يعني اذا كان مثل ما تقول عنده ما عنده تبصر كبير ولا شيء يقول لك يا معود دخل لهم باكيت زقارة ولا اعطيه تليفون ولا شيء ولا اعطيه اسمح له انه يتكلم بالتليفون بس يريحني بزامي وهذا مو صحيح طبعا هذا نوع من لذلك انا مثل ما ذكرت يعني التعامل مع السجناء تعامل صعب ويبي له برنامج كبير هذا يعني خاصه اللي عندك البرنامج اللي هم المؤبدي اللي ماخذين احكام مؤبد اللي ما فلذلك يعني ايضا يعني انا ودي اقول معلومه اضافيه ايضا الرفاهيه بالسجن بعض الاحيان تكون سبب لدخول السجن يعني بعض الناس تلقاه فقير مسكين نعم ولمن كان يدخل السجن يستغني في بيتهم يلا يلقى يعني اللحمه ياكلها اي نعم او الرفاهيه الموجوده في السجن ما هي موجوده ببيتهم نعم وهو مسكين حالته حاله والسجن افضل من بيته فيترعرع ويتربرب في السجن نعم في ياكل تفاح امريكي صحيح والله <applause> اي نعم انا اعرف ناس يأي بيسفرونه بالمطار زعلان أيه؟ يقول انقطع راتبي شلون انقطع انت يا انت ياي من السجن المركزي بتسفر لا. وقضيت فترة طويلة في السجن، أي راتب تتكلم عليه؟ قال أنا آخذ 400 دينار بالشهر من دا من داخل السجن أقص الهدوم حق المساجين وأقسم كذا ورعي وأضرب أوتي وخدم عند فلان فآخذ 400 دينار بالشهر، يعني هذا الإنسان <applause> اللي كان يشتغل برا السجن لا. بستين 60 دينار او 70 دينار داخل السجن وحصل له وظيفه مضاعفه لا. ثم البيئه اللي داخل السجن كرعايه من, من اهتمام مسجد وتعليم وكذا قد تكون ما يحصلها حتى في بلده لذلك الكويت وقعت اتفاقيه يعني هذه معلومه للمشاهدين يعني لا. الكويت وقعت اتفاقيه تبادل السجناء, السجناء وتبادل تنفيذ الجريمه في بلده لا. يعني انت اليوم مسجون من جنسيه الفلانيه إذا البلد طلبتك لا. احنا ممكن نوديك تكمل سجنك في في بلدك بشرط ف... حسب الاتفاقية الدولية بموافقة السجين لا. أن السجين يوقع أني أنا أكمل مدتي في في بلدي. إذا كان يعرف بلده أن هناك ما راح يحصل مثل ما يروحون ما في أحد يوقع يعني يمكن من المساجين الآلاف اللي الموجودين يمكن بالأعداد الأصابع اللي راحوا. لانه يحسون يشعر ان هنا في انتهاك حمايه حقوق الانسانيه في رعايه في اهتمام في وسائل ترفيه في كذا يعني انا اقول لك يعني بعض الاحيان فما في اكبر دليل على ان ما يبي يروح حصل نوع فالرفاهيه هذه اليوم اصبحت ما هي عقوبه نعم نعم لذلك اليوم الدوله اتجهت الى الابعاد صحيح يعني بعض الان كثير من القضايا تقول لك اه والله خلاص تم ابعاده، تم ابعاده، مخالفات كذا تم ابعاده، والسبب في ذلك انت لما تدخله بالسجن انت قاعد تصرف عليه جميل وقاعد تحمل نفسك مسؤوليات كبيره وكذا انت تقوم بعمليه ابعاده افضل لك، فلذلك الفلسفات ما يتعلق في السجن وغيرها فلسفات كثيره جدا والعالم قاعد يتطور في عمليه تاهيل المساجين والدرجة الأولى اللي هم القائمين على هذه المؤسسات داخل السجون يعني. هل هناك كإدارة سجون سواء في الكويت أو في دول العالم هل هناك دورات تدريبية هل هناك في نوع المتابعة لمدراء السجون والناس الذين يقومون على إدارة مثل هذه الأماكن هل طبعا هناك تحتاج الى كفاءات معينه، نعم. مستويات معينه ما نعرف احنا هل هناك مقارنه بين تلك الادارات وبين الاداره عندنا احنا في سجون في الكويت؟ انا هذا اللي قاعد اقوله، انا اقول على راس هرم الدوله يجب الاهتمام بالمساجين. نعم. اليوم انت لما تتكلم على 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 تبادل خبرات لا. بين الدول الخليج دول العربية دول الإسلامية دول الأوروبية العالمية كذا في موضوع المساجين مباشرة من التكلم على مثل هذه الأمور يقول لك يا اه أخ معود هذا المساجين شو تأهل العاملين عليهم هذا موضوع كذا أنا مرة رحت حق مسؤولين لهم عناية في الاهتمام في دعم الكويت للخارج فقعدت معهم قلت لهم يا جماعة أنا كلموني دولة من الدول عربية ومشكلة عندهم السجن عندهم متهالك ويبون يطورونه على اساس ان المساجين يتاهلون تاهيل طيب. قال لي الدكتور عبد اللطيف احنا ندعم التعليم ندعم القار نسوي شوارع نودي اضاءه نعطي ماي نعطي علاج. السجن سجن ما لنا شغل فيه. مع هذا شيء مهم. قلت له انا انت الان قاعد قاعد يولد لك المجرمين، اليوم انت قاعد السجن قاعد ياهل ويدرب مجرمين نعم. وهذا المج... والعمليه ما هي مكلفه كثير يعني وقاعد اقنعه ما رضى يقتنع قال لي لا يبا انا شغلتي الكويت تدعم المياه تدعم الكهرباء العلاج اما تقول لي والله تعال دعم سجن وتاهيل سجن انا ما لي علاقه فنفس الموضوع احنا حل... يعني انا وجه الرساله ان الاهتمام في مثل هذا الامور يعني الان في موضوع المخرجات المساجين اليوم انت المجرم الواحد كم يكلف الدوله لما يطلع من السجن لا. امنيا ازعاج للاسر ازعاج للمجتمع يا اخي يزعج السلطه كلها زين ويرهب البلد عرف شلون فانت خلال داخل وجوده داخل السجن المفروض انه ما يقتبس مهارات اضافيه يفترض انه ايضا يتعلم ويتاهل داخل السجن انت لما تدخل على قضيه سرقه ويطلع لك بخبره في في موضوع يعني طبعا المخدرات او يطلع لك في خبره ثانيه او يطلع لك في غيرها من الامور انت قاعد تجرم في المجتمع يعني اذا قضيه قضيه عدم خلط السجناء في مكان واحد نعم هذا ياخذ تاهيل للتعامل مع المخدرات وهذا اخذ تاهيل لسرقه الناس نعم. فتزيد الخبره في الجريمه طبعا تزيد بين هؤلاء نعم. فهذه لابد ان يكون هناك ما يسمى بالتصنيف بالتصنيف نعم و وشلون انا يعني احاول هؤلاء الناس ابعدهم عن 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 الاحتكاك باصناف اخرى من الجرائم او المجرمين. نعم وجنسيات مختلفه، انت نعم تتكلم عن جنسيات مختلفه، اهتمامات مختلفه، امور غيرها من الامور، فهذه ايضا يعلمون التصنيع، يعني بعض الشباب يعني الكويتيين يدخلون في في هذا يتعلم كيف يتصنع المركب. للحشيشه شلون تصنع المخدرات شلون تمارس عمليه وين الاماكن اللي تمار فيها البيع والشراء وشنو التجاره فيها وكم الاموال وكم الاسعار غيرها من الامور في 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 مثل هذه الاشياء فانا يعني ارجع اقول ان ان يعني يجب مباشره مثل ما نهتم بالتعليم يعني دائما نتكلم نبي جامعات ممتاز كلام نبي يا اخي مدارس على مستوى نبي مستشفيات على مستوى هذا صحيح ولكن من يناشد اليوم نبي مس... سجون سجون على مستوى تاهيليه لا. من يناشد لا. هذا الامر اذا ناشد يا اخي مع أتركه انا اعطي مثال يعني في بنك من البنوك ذاك الوقت كان في ازمه الاحداث لبنان الحرب اللي حصلت مع اسرائيل فكان البنك هذا متحمل جزء من دعم للبنان فأنا رحت قابلت مجلس ادارتهم احد اعضاء مجلس الاداره فقلت له انا والله احنا مؤسسه اصلاحيه وكذا ونبي دعمكم في موضوع تأهيل بعض الورش عندنا. قال استاذ هي احداث انا ما لي شغل بالاحداث انا هناك في بدعم كذا وبدعم كذا يا اخي انا اقول له هذا مجرم الغد هذا الحدث اذا ما تم اصلاحه داخل سريح. المؤسسه راح يكون لك مجرم الغد راح يهدد يهددك اسرتك يهدد البنك يهدد الاقتصاد. بكره انت إيه؟ تس يسرق بنكك من هؤلاء اللي نعم. انت ما يعني ما تنازلت ما عن تنازل. فكرتك انك انت تقدم لهم شيء. اي نعم لذلك احنا يعني انا يعني اضيف معلومه مثل ما يقولون احنا في قطاع الرعايه الاجتماعيه نعم. في الايتام في المعاقين في المسنين في الاحداث. نعم. <applause> اي جهه تبي تبرع او تعمل نشاط رياضي او ترفيهي او كذا مستعده تروح لأيتام تروح المسلين تروح للمعاقين فنقول لهم يا جماعه تعالوا عند الاحداث اعملوا لهم لا 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 اترك الاحداث هذول مجرمين يا اخي هذول مجرمين ولكن قد يكون مظلومين قد يكون مظلومين وقد ودخولك انت كمتطوع زين وكمجتمع مدني وكقطاع خاص وكمساهمه في برنامج ترويحي وترفيهي لهم لا شك انه تجعله يهتم ان الدوله مهتمه فيه وان المجتمع اطياف المجتمع مهتمين فيك يا سجين ولذلك احنا نقدم لك النصح والارشاد وهذه مهمه جدا يعني هذه مهمه الفكر احنا قاعد نتكلم على ثقافه مواطن عرفت شلون؟ يعني نتكلم على ثقافه مواطن انا اذكر في دوله كانوا يتكلمون عن معاناه المساجين فيو ناس في مول تجاري وربطوا ريولهم بسلاسل ومشوا في المول بس يبون يوصلون حق الناس الاسوياء الموجودين في المول ان احنا يعني عندنا آه مشكله اهالينا مساجين قاعد نعم. يعانون نعم. من نعم. الاعتقال وكذا واحنا ابناء المساجين مثل إيه ما صار غوانتنامو مثل ما صار في يعني في اوروبا نعم. قام يحتجون على غوانتنامو شلون نعم. انتم يعني ساجين هؤلاء بدون محكمه بدون اي شيء نعم فاصبحت في رساله في رساله يعني نها. يعني تصور المجتمعات ضغطت على دوله كبيره نعم على اساس انها انت اسلوبك غير صحيح نعم غير صحيحه ولا بد انك تتخذين حسب القانون الدولي وحسب انت اللي تقولينه نعم انه لابد من محاكمة هؤلاء الناس وعدم يعني وضعهم في مثل هذا المكان بهذه الطريقة نعم لذلك أنا يعني رسالتي اليوم رسالة يا جماعة يعني تأهيل المساجد هذه رسالة مهمة على نعم. مستوى الدولة على مستوى المجتمع المدني على مستوى الأهالي يعني المتطوعين الأكاديميين يقدم لنا نصيحة يقدم لنا توجيه لذلك يعني الآن أنا يعني هذه رسالتي ليست محلية دوليا اليوم يتكلمون على مواصفات للسجن يعني مواصفات دوليه للسجن ان السجن يحتوي على عدد معين والحجم يكون مقاس السجين الغرفه اللي يعيش فيها كذا وما ينتهك حقوقه في كذا وعنده حمايه وعنده كذا ورعايه ويتعلم وما ينقطع عن التعليم وغيرها من الامور والسبب في ذلك حتى وجوده داخل هذه المؤسسات يعني يرجع مره ثانيه الى انه يعني انسان يندمج في المجتمع في هذا لذلك احنا في الاحداث عندنا كل مؤسساتنا لله الحمد دخلنا التعليم وزاره التربيه مشكوره دشت في كل مؤسساتنا نعم. شيء حتى لا ينقطع عن التعليم لان اليوم انت الوالد لما ينقطع عن التعليم بسبب سنه سجن راح يتذكرها تاريخه كله طبعا اني انا كنت بثانية متوسط او أولى متوسط واني انا السنه هذه اللي تخلف دراسية فيها بسبب اني انا كنت في السجن فمشكوره وزاره التربيه نفذت لنا مدارس داخلها دور وزاره الاوقاف كذلك دور, دور مهم جدا خاصه توجيه و.. وبعث الامل و, و.. و.. ان ان يبني العقيدة خاصة قضية ما يسمى الإيمانيات يعني نعم. أن القضاء بالقدر والرضا بما وقع لك وقد يكون ما وقع لك خير لك من استمرارك في في منهج خاطئ في الحياة أن بعض الناس كان ماشي في منهج خاطئ في الحياة فلما صارت لها هذه الجريمة اللي انحبس أو مثل ما نقول انسجن فيها نعم. تمام كان لو استمر على حياته الاولى كان ممكن يسوي جريمه اكبر مما اللي عملها فهذه هذا الحبس وهذا السجن ادى الى ان وقف على اشياء لم يكن يعرفها ولم يكن يفهمها او يعلمها فوصلت اليه الـ 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 مثل ما نقول اعاده تاهيل للحياه الطيبه انه يعيش بطريقه صحيحه وبنفس الوقت ما يقترف جرائم اكبر من التي وقع فيها نعم والطامه الكبرى قد تكون ان العاملين على السجناء هو جزء من ابعاده مم. من الاماكن الثانيه وعقوبه الموظف في ادخاله لذلك ما يسمى بالرضا الوظيفي نعم. للموظفين اللي داخل السجون داخل مؤسسات الاحداث داخل سجن النساء وغيره يجب ان يكون عنده رساله وعنده قناعه بوظيفته ومهنته وقيمه اجتماعيه اليوم انا اذكر مره من المرات يعني كان واحد زميل لنا ويا بيسوي استكر على السياره على اساس يقول لك البوابه لما ندخل من يشوفون الاستيكرز على السياره يعرفون ان انت موظف من موظفين دور الاحداث فتنفتح البوابه مباشره من غير لا تحط سكنر او غير ذلك. لا. فانا شفت الموظفين متضايقين فسالت قلت يعني هاي تساعدنا وايد على عمليه السرعه في عمليه الدخول. لا. قالوا استاذ منو يرضى انه يشهر للناس اني انا اشتغل في الاحداث؟ نشوف هذا معناتها يعني شيء نموذجي في المجتمع خاصة الموظفات يعني عرفت شلون؟ يعني الموظفات واني وقال لي يا اخي استاذ ترى احنا وايد ناس يعني نقول لهم نعم في وزارة الشؤون بس ما نقول لهم احنا نشتغل في الاحداث اي نعم عرفت شلون؟ مع ان انا يعني هذا 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 الضغط هذا 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 الاجتماعي عرفت شلون؟ لذلك يعني إحنا نبي نغير الفكر هذا ان اللي يعملون في هذه المؤسسات وانما هم ناس اصلاحيين اصلاحيين ويقدمون خدمه اجتماعيه طيبا. ممتازه ورعايه طيب. مهمه جدا للناس فشوف المجتمع شلون يقيم هذا فانا اقصد إن مثل ما ذكرت موضوع التاهيل والرعايه والاهتمام في المساجين بالدرجه الاولى اهتمام في العاملين لانه هو قد يكون يتسبب في في جريمه اضافيه احنا انا واحد من الناس سجنت موظف عامل عندنا سبع سنوات تحرش في في نزيل داخل مؤسسه نعم اخذ حكم سبع سنوات سجن ف يعني الولد داخل مؤسسه وهذا تعدى عليه ايضا بالتوجيه الغلط يعني بعض هذا يوجهه غلط او يعطيه يستغله بعض الاحيان يعني حتى يعني لو, لو تمييز نعم <applause> لو تمييز بين زملائه يعني تعال تفضل انت لك مرتين بالاسبوع تكلم اهلك، انت لك ثلاث مرات، تعال انت أعطيت التمييز على شنو انه ناجح حفظ حافظ سوى مارس رياضه، مارس شيء كذا ولا هي مزاجيه فتجد بعض الحين ما تكون يعني ان كانت مزاجيه فنوجه نوجه هذا المشرف الى ان عدم التمييز الا بنجاحات حتى نظهر المثاليه للنزله ونظهر القدوات الصالحه ما في شك اني أن ودي اوصل رساله اخواننا المشاهدين عندنا مثاليات طيبه نعم. في ناس طلعت من السجون الان هم متميزين نعم. في ناس عسكر ضباط نعم. كانوا في في الاحداث نعم. في ناس معلمين هم من الاحداث عرف شلون ليس معناته لان احنا عندنا الحدث جريمه الحدث ما تعتبر سابقه تمنعه من الوظيفه وتمنعه من كذا فمثل هذه الامور يعني ايضا يعني استفاد من خطا اللي هو اقترف في فتره الطفوله دكتور يعني, يعني احنا اول شيء نقدم شكرنا وتقديرنا للعمل الجليل اللي تقومون فيه في الاهتمام بخاصه الاحداث اللي هم الشباب وكذلك نتمنى أن تصير في عملية التطوير نعم. والمسؤولين سواء في الدولة أو كذلك في الجمعيات النفع العام نعم. أنهم يمارسون ما يسمى بالمساهمة والمساعدة في تأهيل هؤلاء السجناء وكل واحد باختصاصه كل الشكر والتقدير لكم والعاملين في هذا المجال ويعني نتمنى أن يكون لنا لقاء آخر معكم حول هذه القضايا المهمة في طبقة أو نسمي جزء من المجتمع نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد وأن تؤجرون على هذه الأعمال الطيبة وعزيزي المشاهد الوقت أدركنا وإن شاء الله في لقاء آخر نحاول أن نستضيف دكتور عبد اللطيف الأسنان وهذه القضايا المهمة التي تتعلق كذلك بالإيمان بالله عز وجل والطمأنينة في أداء ما أمرنا الله سبحانه وتعالى من التعلق به عز وجل، والاهتمام بتطبيق ما شرع الله سبحانه وتعالى في هذا الدين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وإلى لقاء آخر بإذن الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته